مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب وتحاربان معا على عدة جبهات، هكذا أكد رئيس عبد الفتاح السيسي في حديث خاص لصحيفة لوفيجارو الفرنسية خلال زيارته إلى باريس والتي اختتمها الأربعاء الماضي. وأضاف الرئيس السيسي أن فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح مدى الخطر الذي يمثله الإخوان على المجتمع والمواطنين الأوروبيين، مؤكدا أنه لن يتوقف عن التحذير من هذه الأيديولوجية المميتة التي لا تعرف حدود. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه ليس من فراغ وضع الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر أو في العديد من بلدان المنطقة الأخرى، فتغلغل عملهم في المنظمات الخيرية والمنظمات الإرهابية المسلحة التي يسيطرون عليها وتدخلهم في الدوائر السياسية المؤسساتية يمثل تهديدا وجوديا للدول، وهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر مثل فرنسا دفعت ثمنا باهظا للإرهاب، خاصة وأن المواطنين المسلمين والأقل والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء ضحية لأعمال الإرهاب الوحشي. وأشار الرئيس السيسي على ضرورة معاقبة الدول التي تمول وتسلح هذه المنظمات الإرهابية انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن البرلمان الفرنسي يبحث حاليا مشروع قانون يضمن احترام المبادئ الجمهورية. وأوضح الرئيس السيسي أنه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جددا عزمهما على منع نشر الدعوات إلى العنف والكراهية والإرهاب، داعيا إلى التنسيق الدولي لمكافحة الإرهاب. أهلا بكم مشاهدي الكرام، سنتوقف حول الحديث عن الملفات والقضايا الإقليمية، وفي تفصيل هذه الملفات الإقليمية ما تطرق له رئيس الجمهورية في خطوة أو خطورة الجماعات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان. الحديث هنا لماذا تطرق إلى هذا البعد في لقاء السيد رئيس الجمهورية في فرنسا، ولماذا لقى هذا الفكر قبولا أو هذا الطرح الرئاسي قبولا؟ ماذا كان يتوقع السيد رئيس الجمهورية وماذا كان يبغي من هذا الطرح في هذا التوقيت حول هذه الجماعات المتطرفة في هذا التوقيت؟ أهلا بكم، اسمحوا لي أن أحيي الأستاذ سامح فايز الباحث في جماعات الإسلام السياسي. أهلا بك فندم. أهلا بحضرتك. ما المناسبة التي أدت أن يطرح السيد رئيس الجمهورية هذا الطرح في لقائه مع الرئيس الفرنسي؟ في رقم واحد لو قلناه هنفهم في إطار الحوار، أكبر عدد الأجانب الموجودين في تنظيم داعش في العراق لحد 2015 كان من فرنسا، كان في 1700 فرنسي موجودين في داعش، وده أكبر عدد من داعش في دولة أوروبية. للأسف الناس بصت لفرنسا وهجوم نيس الأخير باعتبرته ده أول هجوم. فرنسا بتعاني من الهجمات الإرهابية من 2015، والهجمات دي نتاج تيار الإسلام السياسي المتطرف الموجود من الثمانينات موجود في باريس، وهي أكتر دولة أجنبية بتعاني من دوت من الثمانينات، على اعتبار أن أغلب المسلمين الفرنسيين اللي من هناك من أصول جزائرية وأصول مغربية من أصول المنطقة العربية، على عكس المسلمين اللي موجودين في دول أوروبية أخرى من آسيا. احنا بنتكلم في حوالي 5 مليون مسلم فرنسي، وفي كتاب فرنسي صدر من حوالي سنة ترجم للعربية بيتكلم على أن فرنسا لو ما خدتش مواقف للحفاظ على الجمهورية الفرنسية ومبادئ الجمهورية الفرنسية على 2050 طبقا للتعداد السكاني والنسبة والتناسب، على 2050 ممكن يحكم فرنسا إخوان. ده اللي دفع إخوان على وجه إخوان. لأن طبعا حتى مش ضد الديانة أو ضد الإسلام عموما، الإسلام دين لا يدعم التطرف، إحنا ضد الجماعات المتطرفة أو جماعات الإسلام السياسي المتطرفة. إحنا ولا فرنسا؟ فرنسا خلاص بقت المقدمة دلوقتي. لأن خلاص مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2013 لحد النهارده اقدر اقول ان بالفعل لا يوجد اي تواجد مهما كان بسيط لاي تنظيم ارهابي في مصر او تنظيم الاخوان المسلمين تحلل تماما. لكن في الغرب المساله فيها صعوبه، هم بيحاولوا دلوقتي، واعتقد ده اللي بيحصل، ان هم يستفيدوا من خبرات الدول العربيه في مواجهه الارهاب خلال الخمسين سنه اللي فاتوا. والغريب في المسألة ان الدول الغرب اوروبا وامريكا كانت بتعتب على الدول العربية خلال العشرين سنة اللي فاتوا ان بيتهموهم باستخدام قوانين غير ديمقراطية في مواجهة الاسلام السياسي او الارهاب. النهاردة الغرب بيلجأ لنفس القوانين دي، ما كانش مدرك الازمة، بدأ يدركها مؤخرا. ده اللي دفع ماكرون لاعلان مبادئ تحافظ على الجمهورية الفرنسية. والمسألة دي هتفسر لنا كل اللي حصل ضد الحملة الشرسة
اللي كان تم توجيهها لفرنسا في الشهور الاخيره, واللي اتكلم عنها الرئيس فتح السيسي في 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 حواره مع جريده فرنسيه هناك لفيجارو. لفيجارو اتكلم هناك ان زي ما فرنسا عانت من من الاشاعات الكاذبه والحرب غير الشريفه من التيارات الارهابيه, احنا بقالنا سنوات بنعاني من نفس الحرب دي. طيب فيما يتعلق بالنموذج الفرنسي اللي حضرتك قلت ان هو فرنسا على وجه التحديد بتحتوي على او بيشملها 5 مليون مسلم فرنسي من جنسيات مختلفة, ما الفارق ما بين تعامل فرنسا مع المسلمين داخلها ومن ينضم من داخلهم او من خلالهم بينتموا لجماعات هنا وهناك, وما بين بريطانيا؟ الدول الأوروبية عموما سواء بريطانيا على وجه التحديد, بريطانيا على وجه التحديد مسألتها معقدة جدا, لان بريطانيا تعتبر من المدن الأمنة للجماعات الإرهابية على مدار الستين سنة اللي فاتوا. المتحدث الإعلامي لتنظيم القاعدة السابق يقيم في بريطانيا حتى اللحظة, وله خطبة الجمعة أسبوعية وله مركز ثقافي هناك. بتقصد أن الاستراتيجية الفرنسية تختلف عن الاستراتيجية البريطانية؟ الاستراتيجية الغربية عموما كانت بتوظف الجماعات الإسلام السياسي على مدار في النصف الثاني من القرن العشرين, كان في توظيف شديد جدا لجماعات الإسلام السياسي لمسألتين. أولا احتواء الجاليات المسلمة الضخمة في الدول دي, كانوا بيستخدموا جماعات الإسلام السياسي لاحتواء الجاليات المسلمة هناك. ثانيا بعض الحكومات كانت بتستغل الجماعات المتطرفة للضغط على الحكومات العربية في طريق الحصول على البترول والغاز الطبيعي, المصالح اللي بيحتاجها الغرب. للأسف الغرب لما بدأ يعاني بدأت تتغير الحكومات دي لأنه أدرك خطورة المسألة, ده زي ما حصل في أمريكا كمثال. الفرق بين إدارة أوباما إدارة ترامب, الدعم الشرس لبايدن من جماعات الإسلام السياسي أو جماعات الإخوان تحديدا, يعني كان في دعم شديد جدا لبايدن يوصل للحكم. نفس القصة بتختلف في بريطانيا أو ألمانيا كمان, يعني ألمانيا وبريطانيا من أكثر الدول اللي فيها التيارات دي, لكن هنرجع ونقول إن هم قادرين سواء ألمانيا أو بريطانيا قادرين يسيطروا على الجماعات ويعيدوا توظيفها, بدليل انه بعض قيادات الجماعات المتطرفه موجوده في بريطانيا, يعني مرشد القائم باعمال الاخوان المسلمين ابراهيم منير في لندن, يوسف ندى اخطر القيادات الخفيه في جماعه الاخوان في ايطاليا. لكن فرنسا وضعها مختلف بسبب رواسب الاستعماريه ما قبل فتره الاستعمار. الفرنسيين والجزائريين والمغاربه موجودين في فرنسا من الاربعينات كعمال في المصانع هناك, وفضلوا فترات طويله كعمال, وكانت فيه هجرات اخرى في السبعينات. لم يدرك المجتمع الفرنسي ان هناك ملايين المسلمين لهم احتياجات الا في الثمانينات, لما بدات تخرج مظاهرات في فرنسا في سنه 82 بالطالب بتاسيس مساجد عشان المسلمين يصلوا هناك. بدا الفرنسيين يدركوا المساله, لكن للاسف الشديد في نفس الوقت كان في جماعات متطرفه قدرت تستثمر دوت, وده اللي يعني في للاسف الناس بتنسى. في وثيقه مهمه جدا تم العثور عليها في التسعينات اللي هي وثائق التمكين للاخوان اللي كان كتبها يوسف ندى مسؤول العلاقات الخارجيه في تنظيم الدوله لجماعه الاخوان, كانت بتتكلم عن كيفيه التوغل واختراق الغرب والتحكم في الغرب, وده اللي اشار ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو مدرك ادراك كامل لخطوره الجماعات دي لما اتكلم عن اختراق الجماعات الاسلام السياسي للمنظمات الخيريه في الغرب, وقال ده صراحه في حوار المنظمات الخيريه في الغرب سواء الغرب الاوروبي او امريكا هي اخطر سلاح بيستخدمه جماعات الاسلام السياسي, بتكون وسيله اقرب للاتصال بالناس, وسيله خطيره جدا. وللاسف احنا هنا مش بنحارب جماعه, البعض يعتقد في للاسف البعض الناس اللي ما عندهمش المعلومه كامله بيعتقد يقول لك الاخوان جماعه انتهت او هي في دوله بحجم مصر هتحارب جماعه, لا احنا بنحارب دول, لان الاخوان هي عباره عن وباء بيتم توظيفه من جانب دول ليها مصالح سياسيه. يعني في حاجه بسيطه جدا هنعرفها قبل التصعيد في مساله الرسومات الموسيقى مع باريس, قبل تصعيد المساله دي بشهرين بالظبط كان في تقريبا شبه حرب هتقوم بين فرنسا وبين تركيا في الشرق المتوسط بسبب الخناقه على غاز المتوسط, وخرج مسؤول تركي وجه صراحه هجوم, مسؤول فرنسي وجه هجوم على الاتراك, والاتراك نفس الكلام, وفي سفن حربيه فرنسيه اتحركت في الشرق المتوسط. يبقى هنا مين المستفيد من تصعيد المساله ونشر الشائعات, وده اللي اشار ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكاء شديد جدا, مين ليه المصلحه؟ لان الحكومه الفرنسيه مؤمنه جدا بحريات وحقوق المسلمين, مفيش اي رئيس عاقل في اي دوله في العالم يقدر يهين اي ديانه ايا كانت. ممكن تكمل لي هنا لو تكرمت الربط, حضرتك بتقول انه ما قبل الرسوم الموسيقى ما قبل الرسوم الموسيقى كان في تصعيد شديد جدا, مهمه جدا, كان في تصعيد شديد جدا ضد الاتراك, وبدات تطلع حملات مقاطعه
بسبب تهديدهم لمصالح دول عربية منها مصر تحديدا وأزمة غاز الشرق المتوسط، وتركيا ما كانتش قادرة تاخد موقف في الموضوع، وبدأت حملات شديدة في السعودية خسرت الاستثمارات التركية مبالغ كبيرة جدا. طب إيه الحل؟ فجأة ظهرت أزمة الرسومات، فكانت الدولة اللي بتنفخ في النار وبتنشر المزيد من الأكاذيب. كانت عاطك هنا بتقول ان هي ليها علاقه بالرسومات ولا هي استغلت الرسومات؟ استغلت الرسومات. تمام. كان في استغلال كان في استغلال شديد جدا للرسومات، وده اللي اشار ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هم استغلوا الرسومات لهدف سياسي وليس هدف دين. طيب ازاي المواطن العادي، يعني انا لما طبعا انا يسئني ما يسيء الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم واغضب طبعا. اذا اسيء لي، ولكن ازاي انت كمواطن او كانسان مسلم، هنقول مسلم تقليدي لا تنتمي الى جماعه ما، تمام، ازاي تقدر تفرق او تقدر تعرف انه دي حمله تصعيد وانه ده غضب حقيقي، وازاي تقدر تعرف انه الحمله اللي بتتم في توقيت واحد بشكل متزامن لنفس الغرض من اكتر من مصدر انه دي ليها اهداف، وازاي احسها بعقلي واحسها بقلبي في نفس التوقيت؟ لان انت هنا في الاخر مش المهم انه اللي فاهم يقدر يوضح، المهم انه الجموع تبقى مقتنعه بانه هذا التبرير وهذا الطرح هو الحاصل. ازاي انا اصدق؟ هل اغضب؟ طبعا اغضب. هل يستمر الغضب؟ طبعا. هل اجرؤ ان انا اقول قاطع فرنسا؟ طبعا اقول ان انا قاطع فرنسا، ولكن تصعيد الحمله الى منتهى وعدم وقفها، هل اقدر اقول انه وراه تركيا؟ طيب اذا كان وراه تركيا، طب هل الرسوم اتوقفت؟ لا. طب هل ماكرون اعتذر؟ ده اشتباك فكري علي ان انا اوضحه علشان ابدا افكر فيه بعقلي ويخش التفسير قلبي. كلام حضرتك لانه حتى الرئيس وضح في كلمته لما حصل هذا الاشتباك الحضاري والثقافي بينه وبين ماكرون، لما قال ان احنا القيم الدينيه اعلى من القيم الانسانيه باعتبار انه انا عندي القيم الانسانيه من وضعي استطيع ان انا اعمل عليها، في حين اعترض عليها ماكرون طبقا لثقافته وثقافه المجتمع الفرنسي. كل ده ترد عليه ازاي؟ كلام حضرتك منطقي جدا، بس للاسف احنا بنتعامل بالمنطق مع شيء غير منطقي بالمره. لان الحديث عن الاديان مسألة روحية معقدة ملتبسة. أنا ما أقدرش أقول لواحد الرسول أي إساءة للرسول كلنا هننتفض، ما أقدرش أقول لحد ما تنتفضش. صحيح. يجب أن ينتفض أولا. هنا ذكاء الدولة أنها تحتوي ده، وده كان ذكاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى المولد النبوي لما خرج وقال كلمة صريحة شديدة ضد الرسومات على عكس توقعات البعض، لأن فرنسا دولة حليفة والكل عارف أنه في تصعيد. حتى أحد أبرز الهجوم اللي تعرضت ليه الدولة المصرية فيما يتعلق ومتمثل في السيد رئيس الجمهورية انه ازاي تروح فرنسا وازاي تبقى انت اول رئيس او رئيس دولة عربية مسلمة تروح، ده وهو ده المدخل الوحيد اللي تم التقاطه بغض النظر عن كل اللي انت ممكن تكون اشتغلت عليه كدولة قصاد دولة فيما يتعلق بمصالحك ومصالحه. ليه؟ هل ده ممكن يتحط في اطار نفس الفكرة اللي حضرتك بتطرحها؟ في ذكاء شديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي في السياسه الخارجيه تحديدا وداخليا، وجميع الدول الان بتستعين بيه استعانه شديده يعني في مواجهه القضايا الخطره اللي بتواجهنا، لان هو الوحيد اللي قدر ينجح في مواجهه القضايا دي من 2013 لحد النهارده، سواء في الخليج اللي بيعاني معاناه شديده من جماعات الاسلام السياسي او من تدخلات القطريه السامجه او من الاتراك، الغرب نفسه بيعاني نفس المعاناه، فكان شيء طبيعي ان الاستقبال يكون للرئيس عبد الفتاح السيسي او الدوله المسلمه، واستقبال اسطوري، استقبال غير طبيعي. الاستقبال غير الطبيعي ده لان الغرب عاوز يعرف ايه السر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قدر ينجح في مواجهه وتفكيك كل خلايا الجماعات دي. انت هنا مش بتفكك تنظيم لمقر هتروح تهد المقر فالتنظيم سقط، انت بتفكك افكار وخلايا متوغله داخل المجتمع المصري. في مصريين كتير رغم رؤيتهم للارهاب لكن لسه برضو مش قادرين يستوعبوا خطوره الاخوان، لان جماعه الاخوان الارهابيه بتشتغل على اكتر من محور، في الاخوان التنظيمي الارهابي اللي بيمارس العنف بالسلاح، وفي الاخوان الاخطر المسالم اللي هو بيأدي دور انه مسالم، جارك وزميلك في الشغل وزميلك في الجامعه اللي انت لما بتشوفه مسالم بتقول طب ما هم كلهم مسالمين، هو ده دوره انه يظهر لك جانب مسالم. لكن انا كان كمان سؤالي مرتبط بنفس السياق اللي حضرتك اتكلمت عليه، هي فكره زياده او ارتفاع وتيره حمله مقاطعه فرنسا حتى وان كانت هي مقاطعه حقيقيه، لكن اعاده استغلالها بهذا الشكل واعاده تقييم الزياره اللي قام بها السيد رئيس الجمهوريه على الرغم من النجاحات السياسيه والاقتصاديه والاتفاقيات التي حتى لم تعلن عنها وده قد يكون متوقع، انه ما زال هو ده الخرق الوحيد، هل ده يؤكد الخرق الوحيد طبقا لمن
يجد فيها مسلم. هل ده بيعتبر في إطار نفس الفكرة هو إعادة الإصرار على رفع وتيرة الغضب ضد فرنسا؟ أعتقد المسألة انتهت مع ظهور ماكرون في قناة الجزيرة. يعني ماكرون كان ذكي بما فيه الكفاية، هو عارفه بيخاطب مين، الناس عاد بتعليمه ظهر في الجزيرة. هل كمان قطر كانت بتحاولوا تقدم له نوع من المساعدة في ان هو يقرب العالم العربي من خلال شاشاتها؟ على حسب المصالح، المصالح بتختلف. سؤال، السؤال ده مهم جدا، حضرتك بتطرح عديد من الاسئله المهمه في وقت واحد، لانه في حاجه لازم ننتبه ليها. في الوقت اللي كان تركيا والاخوان بيدعموا بايدن، كانت قطر بتدعم ترامب، ودي حاجه غير مفهومه. ما هو نفس الصف، هم نفس الصف لكن المصالح تختلف. ممكن تعيد الجزئيه ثاني؟ في الوقت اللي كان الاخوان وتركيا بيدعموا بايدن، كانت قطر بشكل خفي بتدعم ترامب وبتمول حمله ترامب، لان في مصلحه لقطر في وصول ترامب كانت مرتبطه بانهاء الخلافات بين دول الخليج وبعضها، الرباعي اللي اعلن مقاطعه قطر بسبب انتهاكاتها الجسيمه. انت حضرتك كده اللي حصل. انا بتقدم لي تفسير للسعي الحسيس في سعي اخر لحظات، سعي حسيس في اخر لحظات، لانه هو ترامب كان فعلا في طريقه لده، وهو بيحاول قبل ما يسيب البيت الابيض انه يهدى في جلسات بتتم بقى اكتر من اسبوعين. انت خدتني للشق السياسي، وانا نفسي كنت بسال فيه، طيب ما هو الضاغط الذي يمتلكه ترامب حتى يجبر الجميع على ان ينصت لما لم يكن ينصت له سابقا؟ الضغط هنا مرتبط بالأيديولوجية اللي بينتهجها الحزب الجمهوري في أمريكا. الأمريكان نفسهم سواء الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، الحزب الجمهوري بدأ يدرك خطورة الإسلام السياسي على الهوية الأمريكية نفسها. أمريكا نفسها بتعاني من الإسلام السياسي المتواجد، اللي بعضهم قدروا يدخلوا الكونجرس على قوائم حزب الديمقراطي، إخوان مسلمين في الكونجرس الأمريكي على الحزب الديمقراطي. الحزب الديمقراطي للأسف سياسته قائمة على العالم الإنساني، العالم كله تحت حكم أمريكا. امريكا بتتدخل في كل شيء، بتتدخل في كل الدول، وهنبعت جنود لكل مكان. الحزب الجمهوري بيختلف تماما، انا عندي هويه امريكيه لازم احافظ عليها، جنود امريكيه لازم اسحبهم من مناطق الصراع، وبيدعم فكره المفهوم الوطني، ان الوطن هو اللي يحمي نفسه. ده اللي كان مؤمن بيه ترامب، وده اللي كان بيدعمه في سواء في دول الخليج او في مصر، وده اللي خلاه في خطوات متسارعه لسحب الجنود من افغانستان او من العراق، ابقاء جنود او حتى من الصومال كمان. الصومال بالظبط، يعني سحب جنود الفترات الاخيره دي قبل ما يسيب البيت الابيض. ونفس القصه الاعلان عن يعني دي فسرت انها مكايده سياسيه. لا مش مكايده سياسيه، دي الخطط دي اصلا يعني ترامب شغال عليها من بدايه وجوده، هي دي ده توجه الحزب الجمهوري، وحزب يحافظ على الهويه الامريكيه، مؤمن بفكره القوميه وفكره الوطن، وبيدعم فكره الوطن عند الدول الاخرى. للاسف الشديد الحزب الديمقراطي سواء بايدن او من قبل اوباما، وده بيفسر ليه هيلاري كلينتون راحت قعدت مع القطريين ودفعت ملايين الدولارات لدعم وصول جماعات الاسلام السياسي للحكم في بعض مناطق الدول العربيه، محاوله لتغيير المشهد السياسي بسبب وجود حكام في هذه الدول اقوياء قادرين يقولوا لا للامريكان، فاحنا هندعم الاخوان المسلمين جماعه الاخوان الارهابيه ونديهم ملايين الدولارات لمجرد تاسيس وسيله اعلاميه. وهنا هنركز على كلمه وسيله اعلاميه، الحرب الجديده، حرب الشائعات والاكاذيب. هم ما طلبوش سلاح، هم طلبوا جورنال. يعني خيرت شاطر لما قعد مع هيلاري كلينتون ومع القطريين قال انا ما عنديش جورنال ولا قناه اعلاميه مناسبه اقدر اوصل بها صوتي او فكرتي. ليه قناه اعلاميه؟ لان دي الحرب. وللاسف الناس دايما تلجا للفكر الاخر، سواء يعني هو في نوع من عدم الثقه بين المواطن والحكومات. كسروا الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصوله وحصل على محبه شعبيه كبيره جدا، لكن بقاياها لا زالت موجوده في الدوله العميقه اللي كانت موجوده على مدار 30 سنه، ان المواطن مش قادر يثق في الحكومه. يعني في حاجه غريبه، وقت كورونا الاداء العظيم لوزاره الصحه المصريه وللدوله المصريه في مواجهه كورونا، الناس كلها انتبهت واندهشت. المعارض قبل المؤيد صدر في تشكيك ومحاوله ضرب في قوه، لكن المعارض قبل المؤيد بدا بعد كده يثني على اداء الدوله المصريه، والعالم كله اثنى على اداء الدوله المصريه. هنا في دوله قويه. طب وانا ممكن اخد دي شاهد صغير، انه انا شخصيا كنت شاهد عليه، بس انا مش هتدخل فيه بصفه الضيف، انا هتكلم فيه كطرح بشكل سؤال وما عنديش وقت للاسف. انه نحن هنا في هذا المكان، وانا على وجه التحديد ضمن زملاء، رصدنا حاله التشكيك وعدم التصديق في الارقام، وعدم قدره الدوله على التعامل مع كورونا، وعدم قدرتها على توفير، وبالتبعيه اصبح عمليه التشكيك توازى معاها دور دوله ثابت بتحاول توضح الحقائق للناس. صحيح. الناس ما صدقتش غير بعد ما كانت مجبرة على أنها تصدق وشافت بعينيها هذا التعامل. طيب هل ده ممكن ناخده نموذج في كل الأفعال اللي انت بتاخدها ومحاولة الهجوم المبكر عليها لإفسادها؟ بالطبع، العاصمة الإدارية الجديدة كمثال، قنوات الإخوان الإرهابية بالكامل كانت بتقول مشروع غير حقيقي ومشروع خيالي. النهاردة بيهاجموا بيقول لك ده مشروع للأغنياء،
بس أظن السيد رئيس الجمهورية في حديثه في إحدى اللقاءات قال إنه على الجميع أن يوضح للمواطن المصري إنه العمل ليس فقط في العاصمة الإدارية، وإنه مصر تمتلك هي دي الحرب أكتر من تجمع سكني. دي الحرب الحديثة اللي لازم كل مواطن مصري عنده المعلومة ياخدها. أنا مش محتاج أشيل سلاح عشان أحارب، يمكن هو محتاج تكون عندي المعلومة صحيحة أقدر أوصلها للمواطن. يمكن يكون التركيز المفرط على العاصمة الإدارية الجديدة أغفل نفس المدن الشبيهة بنفس القوة ونفس الامتداد ونفس التنوع اللي بتقام في أماكن. التركيز المفرط ده مهم جدا بالنسبة لي، لأن هي دي نقطة الانطلاق في مصر الحديثة. كنموذج كنموذج الرئيس عبد الفتاح السيسي عاوز يعمل، إحنا عاوزين نعمل دولة حديثة. الدولة الحديثة محتاجة بنية تحتية قوية. بنية تحتية قوية في محافظة زي القاهرة صعب، مستحيل. طيب. هتفضل تصرف مرة واثنين وثلاثة. الحل انك تنتقل لمدينة جديدة تفرغ القديمة بعدين تحولها. واغب بال حضرتك ان احنا بدأنا بزيارة السيد رئيس الجمهورية والتقاط الجانب المرتبط بالجامعات الإسلامية، ثم انتقلنا الى، لان الخطورة واحدة. عظيم. فاحنا قدمنا الفكرة، ممكن بدأنا بداية وانتهينا الى اخرى، ولكن كلها بتؤدي نفس الرسالة. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. الاستاذ سامح فايز، وانت المتخصص في شؤون الجامعات المسلحة. اشكرك. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام. هذه نقطة ختامنا في برنامج من القاهرة. انا تامر حنفي، وحيكم اسمحوا لنا بعد قليل قراءة في عناوين الصحافة المصرية الصادرة هذا الصباح مع الزميلة ليلى عمر. ابقوا معنا. ♪